أبو مالك سيدي اللي في الخطبة الأخيرة هذا حلقنا فيه شوي، بس حابين نسمعه بدقة أو كذا. موضوع أنه تكون هناك نبوة ما شاء الله، ثم الخلافة، ثم عرفنا حاضر عندك الحديث. أنا بقول الحديث اللي جابه بلا شك يعني حديث صحيح، وهي لعلكم تذكرون معي مذكورة في أول سلسلة الأحاديث الصحيحة. لكن الموضوع اعتقادي ناقص، نعم، وكان ينبغي إتمامه في الخطبة الثانية أو على الأقل أن ينبه الحاضرين بأنه لهذا الموضوع تتم تأتي إن شاء الله في الخطبة الآتية. حتى لا يطيل الخطبة كثيرا. نعم، حتى لا يطيل الخطبة كثيرا. لا والله المشاريع أهم من ذلك. أولا كان ينبغي ولو تلميحا بقدر ما يساعده موقفه الديني والسياسي في أن الواحد أن يلمح البشرى العظيمة، وهي أن الدول العربية اتخذت قرارا لتحكيم الشريعة الإسلامية، أن نراه حقيقة واقعة. وإلا فكم من قرارات اتخذت ولم نجد لها أثرا. ثم من تمام الموضوع أن ينبه أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتعلق بالحكام فقط دون المحكومين، ولا بالمحكومين فقط دون الحاكمين، ولا يكون ذلك بمجرد الدعوة أو الهوى، وإنما الأمر كما قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. والدندني بقى حاول إيش إن تنصروا الله، يكون ذلك بأن يطبق المسلمون الأحكام الشرعية في ذوات أنفسهم حتى ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. يعني ما بكفي تقديم البشارة بدون ربط هذه البشارة بوجوب العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وبخاصة أن العالم الإسلامي اليوم كما الشيخ أبو مالك الله يجزيه خير في كثير من خطبه بيلفت النظر إلى أن هذا العالم اليوم بعيد عن الإسلام عمليا. إذن كيف يرجى أن
يعود العز والمجد في هذه الأمة وهي لن تعود بعد إلى دينها. فكان من واجبات تقديم البشارة وتلك البشارات النبوية أن يقرن معها وجوب العمل بالأحكام الإسلامية من جهة، ولفت النظر إلى الواقع السيء اليوم من حيث استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل، وحب الدنيا وكراهية الموت كما جاء في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالآن حب الدنيا يعني من أبشع المظاهر التي تظهر في الشعوب الإسلامية، ومن لوازمها استجرار العلماء لإصدارهم فتاوى يبررون بها أعمال مخالفة للشريعة باسم الدين يسر تارة، وباسم أنه ما في نص قطعي في تحريم الشيء الفلاني تارة، وهذا كلام لا يقول عالم الإسلام إطلاقا. ثم يلفت النظر إلى ضرورة تربية المسلمين فكرا وعبادة وسلوكا، ومن ذلك أن يذكر بالحديث الثاني: المسلمون، ألا وهو قول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. من البشائر التي قدمها أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقسطنطينية نفتهوى أولا أم رومية؟ قال: لا، بل قسطنطينية. حقيقة هذه بشرى عظيمة جدا، وبخاصة أن الطرف الأول منها يرحمك الله قد تحقق كما شرح، هو معروف لدى الجميع، لكن الطرف الثاني فتح روما عاصمة البابا عاصمة النصرانية، هؤلاء المسلمون هم يفتحونها؟ هذا أمر مستحيل. أنا أقول بصراحة هذا أمر مستحيل، لكن من تاب تاب الله عليه. وأنا كنت أقول وأنا في سوريا، كنت أقول في سوريا لما أروي هذا الحديث: عندنا في شرق سوريا بلدة كبيرة جدا اسمها دوما، تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. فلما أصف وضع العالم الإسلامي اليوم وانقبابهم على الدنيا وإيثارهم الحياة الثانية على الحياة الباقية واستحلالهم في سبيل تحقيق هذا الإيثار ما حرم الله من البيوع تارة صراحة تارة بطريق إيش
التأويل والدوبلي ونحو ذلك. فلما أصف هذا الوضع فأقول مثل هؤلاء لو أرادوا أن يفتحوا قرية كدوما ما استطاعوا، فضلا أن يفتحوا عاصمة كروما. فإذا هذه النقطة يجب إيش لفت النظر إليها، حتى ما نغتر بهذه البشائر ونتوكل عليها. ولعلكم تعلمون قصة عمر بن الخطاب مع أبي هريرة، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت فبشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولحكمة يريده الله كان أول من لقيه عمر بن الخطاب الفاروق، فقال له الكلمة هي، فهاج عمر وكبر عليه الأمر ودفعه في صدره ورماه على استه على دبره، فنهض أبو هريرة وهرب يركض وعمر يركض خلفه، حتى دخل أبو هريرة على رسول الله وخلفه عمر: يا رسول الله، أنت أمرت أبا هريرة أن يقول للناس كذا وكذا؟ قال له: نعم. قال له: يا رسول الله، إنهم إذا يتكلوا دعهم يعملون، دعهم يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: فدعهم، فدعهم، ما كلف أبا هريرة أن يتمم تبليغ الرسالة السابقة، لأن وجد الحق مع عمر. كما تعلمون قد قال عليه السلام في حقه: لقد كان في من قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. ولذلك جاءت آيات موافقة لبعض اقتراحاته، ولسنا الآن في هذا الصدد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باقتراح عمر، وما بلغ هذا الحديث أبو هريرة فيما بعد إلا لما حضره الموت، وهكذا فعل معاذ، وهكذا فعل عبادة بن الصامت. ما حدثوا بهذا الحديث إلا في آخر رمق من حياتهم. شو السبب؟ بسم الله.